تحيتي، موعد جديد في المحقق مع سلسلة أشهر القضايا العالمية. السلسلة اللي باش نهزكم فيها اليوم الموضوع حكيت لكم فيه كذا مرة حوادث صارت فيه في تونس والعالم أكثر من مرة وهي متواصلة. عليه؟ على خاطرنا على مراد الله، على خاطرنا ليل مع نهار وإحنا بك التليفون أو سيلفي أو تصويرة أو توثيق لكل لحظات الحياة. وقت اليوم فما لحظات متاع حياة المفروض تخليها بينك بين اللي عشتها معاه، ولا بينك بين روحك. خاطر في يوم ما ربما لحظة من هذه اللحظات اللي وثقتها بتصويرة ولا فيديو تندم عليها، كما صار بالضبط في قضيتنا بالنسبة لليلة. لكن قبل ما نجيو لتفاصيل هذه القضية اللي باش نهزكم فيها لتركيا، قضية مشهورة جدا صارت في تركيا في حول هذا الموضوع، نذكركم أنه اللي مازال فيكم مشتركش معنا في المحقق وقيد يلتحق بالشعب متاع المحقق ويعطيني فكرة في تعليق شنو نوعية الإنتاجات اللي يقترح، مع العلم وأنه قريبا سلسلة التحقيقات سلسلة تحقيقات جديدة حول ما خفي كان أعظم مع حسين بهلول، بتشوفوا تفاصيلها قريبا على القناة. أي واحد فيكم عنده مواضيع معينة، مقترحات معينة، إنتاجات معينة يرغب أن المحقق يخدم عليها، لا تترددوا في كتابة ذلك في التعليق. أما الآن إذا كانكم حاضرين ننطلقوا لتفاصيل هذه القضية الجديدة. قضيتنا اليوم إذن تأخذنا لتركيا، تحديداً محافظة إقدير، باش نحكيوا على قضية هزت الرأي العام التركي سنة 2021، وقت اللي باش يتم العثور على جثة شابة ميتة قدام العمارة السكنية اللي تسكن فيها. في دارها باش يلقاو رسالة، رسالة بأسماء، باش تتسمى هذه الجريمة جريمة مثلث الحب. علاش وكيفاش؟ هذا اللي نقترح عليك نشوفه تفاصيله ليلة. بداية نحب نعرفك على ألينا أقول، بنية عمرها وقت أحداث القضية 18 سنة، هي من أسرة ماديا متوسطة، دائرة معارفها زادة مش كبيرة برشا، عندها شوية أصحاب وتحب بالطبيعة في بعض يعني المناسبات واللقاءات أنها تتقاسم بعض الوقت معهم، ولكنها الحقيقة تعتبر شخصية مش اجتماعية برش، تحبش ياس الخرجات والدخلات وما عندهاش برشا علاقات. نهار 30 سبتمبر 2021 الشرطة وصلهم اتصال صباح بكري من واحد من متساكني عمارة في هذه المنطقة، قال لهم اللي هو كان داخل للعمارة اللي يسكن فيها، يا أخي شاف جثة متاع شابة قدام باب العمارة. أي قالوا له أشو حوالها؟ لباس تتنفس حية ميتة تتحرك ما تتحركش؟ قال لهم أنا ما نجمش نتأكد بالضبط، ما اللي نجم نقوله لكم اللي هي راهي تنزف وأنا ما محملتش نقرب منها ونثبت. وصلوا الشرطة بعد دقائق يطوقوا المكان بعد أن يتم التأكد من أنه فعلا هذه الشابة كانت مفارقة للحياة. من وضعيتها مش مفهوم، هل فما شكون قتلها غادي لوحها من واحد من الطوابق ولا هي ارميت روحها؟ المحققين استجوبوا سكان العمارة
وكيف كيف زاد الراجل اللي يكلمهم الكلهم أكدوا لهم أنه الجثة ترجع للطفلة اللي قلت لك عليها اللي هي جارتهم. قالوا لهم اللي هما يعرفوها تسكن وحدها، دار عائلتها ما كانتش بعيدة ياسر، بضعة كيلومترات، تسكن زوز الشوارع بالضبط بعيدة على يعني دارها. شنو صار لها زعما هالشاب؟ بدات الأسئلة، هل انتحرت علينا وهي اللي رميت روحها من شباك الدار، ولا هي جريمة قتل مخطط لها وربما اللي عملها حاب يبين أنها انتحار؟ هذا السؤال باش يتبعنا على طول هذه القضية. بدأ التحقيق، أول ما طلعوا المحققين دار إلينا أول حاجة أثارت انتباههم كتيبة قاوها في السلدوبان في البلار، قاو كتيبة بقلم حمير أحمر، عبارة رسالة وداع أما مكتوبة فيها زوز جمل: جوكان أرجين هو السبب الوحيد وراء الوفاة متاعي، جوكان مغتصب. هذا هو اللي مكتوب في بلارة السلدوبة. أشكونه جوكان هذي؟ وشنو علاقته باللي صار اليانا؟ كملوا المحققين البحث في دارها، واحد منهم عايت لزملائه وقال لهم لقيت مذكراتها، والمذكرات باش تعرف المحققين على جوكان. نبدأ أول صفحة في المذكرات مكتوب فيها: أنت شخص مريض ما عندك حتى صلة بالإنسانية، أرغمت صديقات ولدك يدخلوا معاك في علاقة، خنت أصحابك مع زوجاتهم، والغلطة الوحيدة اللي عملتها في حياتي هي أني عرفتك. هذا اللي كتبته في المذكرات متاعها هذه الشابة. بعد هالجمل هذم بدأت برشا أسئلة تطرح في القضية، والمحققين مازالوا ما همش فاهمين شيء. هل فعلا رميت روحها نتيجة لتصرفات السيد هذا، ولا السيد هذا عنده علاقة ما بالموضوع؟ أما خذوا البصمات والعينات اللازمة من الدار، خذوا كل شيء ينجم يوصلهم لأي نتيجة، لكن الحقيقة بالعينات اللي موجودة في الدار كل شيء يقول ويدل أن الطفلة انتحرت وهي اللي رميت روحها من الشباك. هزت جثة اليانا للتشريح، وبدأوا المحققين يحبوا يوصلوا الجوكان بعد ما بدأوا يعرفوا معطيات عليه ملي القاوه مكتوب. تم التعرف عليه سريعا بما أنها حكيت على بعض المعطيات، حاولوا كما قتل، تم استدعاء للاستجواب هو ومعه شكون؟ ولده، على خاطر في المذكرات مش قتلك كان مكتوب لي جوكان يرغم صديقات ولده، مش يدخلوا في علاقات معاه، عيطولو دونك هو وولده. اي قدم لكم سي جوكان أرجين، عمره 41 سنة، رجل أعمال، عنده شركة متاع شحن وتوصيل، معرس وعنده زوز أولاد فعلا، وواحد من أولاده هو اللي يهمنا اسمه جوترك، جوترك أرجين هو الصديق اليانا، اقرأ معاها في نفس الليسي وفي نفس القسم. اللي اكتشفته الشرطة أنه جوكان رغم نجاحه في الخدمة إلا أنه صاحب سوابق عدلية متعددة. شد عندك، القاول في الاغتصاب باغتصاب، والقاو عنده في العنف، والقاول في السياقة في حالة سكر، وآخر تهمة توجهت له وقت اللي لقاو عنده سلاح من غير رخصة. أوكي كوليكسيون. بدأت التحقيق مع جوكان وجوترك، وبدأوا المحققين في طرح الأسئلة حول أليانا. بدأوا بالوليد الساحة، جوترك شنية علاقتك بأليانا؟ جوترك قتلهم هم ما تجمعوش علاقة خاصة بها، هي تقرأ مع زميل في نفس الليسي، يقرأوا فرد قسم،
لك قالوا عمرنا ما تقابلنا خارج السي وعلاقتنا مجرد زمالة لا أكثر ولا أقل. بعد ما سمعوا أقوال الوليد بدأت الأسئلة تتجه للأب جوكان اللي مذكور في المذكرات وفي البلار متاع السلدبا متاع الضحي. جوكان قال لي هو فعلا يعرف أليان. ساعة راني يزمي نقول لك كيف سمعوه، قالوا له اش راهو لقيناها وكاتبه وكذا، يحبوا يفهموا الساعة هي هو شنية لي باش يقول على هذه العلاقة، من بعد باش يقولوا حكاية شنية لقاو في المذكرات والبلار وسيتم نشر ذلك. نرجع لك للسماع متاعو، قال لهم أنا لي نعرفها، وقال لهم نعرفها مليح وعرفتها عن طريق ولدي لأنها تقرا معاه. تقابلنا مرة مع ولدي وخذيت نمروها وبقينا على تواصل حتى تطورت العلاقة لعلاقة إعجاب وحب. قال أنه لقى روحه متفاهم معاها وبدأ يصرف عليها، وليانا زادة كانت تحبه وكل شيء كان صاير برضاها. راهو سيد المحقق وعمري ما أرغمتها على حد شيء. قال هو شافها نهار قبل ما تنتحر تقابل هو إياها، وقال كانت عادية جدا ما شكيت لي من حتى شيء، ما حسيتش لي هي مش طبيعية. أكد لهم أنه عمره ما تسبب في أذيتها ولا يجي لباله أصلا أنه يؤذيها ابنية قد ولده ولا أصغر منه شوي. بعد سماع شهادة جوكان وجوترك باش يتم إطلاق سراحهم الاثنين، ولكن تطلب منهم الشرطة ما يغادروش البلاد وأنهم ينجموا يعيطوا لهم للبحث في أي وقت باش تتعرف برشا قضية أليانا في تركيا، خاصة بعد ما تنطلق وسائل الإعلام في نشر المعطيات اللي قلتها لك اللي وقتها ما كان حد يعرفها، وقت اللي تم نشر محتوى الرسالة اللي خلاتها ومذكراتها. وقتها الناس باش تهبل كيفاش رغم كل الكلام اللي كتبته الضحية الشرطة التركية أطلقت سراح شخص متسبب في مقتل أليانا، ويخرجوا أعداد كبيرة من الأتراك في مظاهرات. بو أليانا اتكلم في الإعلام وكان مش عاجبه قرار الشرطة، وقال أنه بنته بنية محبة للحياة تقرأ لروحها، وسنة كانت باش تكمل المرحلة الثانوية وكانت محضرة روحها باش تمشي للجامعة وتبدأ حياة جديدة. عمرها ما كانت مكتئبة ولا تعاني من مشاكل نفسية باش يوصل بها الأمر ترمي روحها من الشباك. كيفاش نجم تخمم في الانتحار وهي تقرأ ليل ونهار باش تنجح وتحقق أحلامها؟ حاجة عمره ما هو متخيلها البوب. بالنسبة لي وفاتها فيها إن تقيت بشرعي اصدر وأكد أن أليانا كانت عندها نسبة كحول كبيرة في دمها. أما سبب الوفاة فكان الكسور جراء اللطخة اللي صارت لها، بالتالي صار لها نزيف داخلي. الحاجة اللي خلت بو أليانا وأصحابها يزيدوا يستغربوا ويشدوا صحيح في رواية أن وفاتها لا يمكن أن تكون انتحار. أشنو؟ البنية ما تشربش، مش ما تشربش الكحول، هي تكره الكحول وما تقرب الهيشي جملة إلى نهار قبل الوفاة، وديما تنتقل فاصحابها ليشربوا. البو أعطاه هنا نظرية أخرى للشرطة، قال أنا متأكد أنه جوكان وجوترك البو وولده هما اللي خلاو بنتي تشرب توصل إلى وضعية غير طبيعية ورميوها من الشباك. زعمة حكاية الانتحار صحيحة، ولا شكوك البو في بلاصتها وجوترك وجوكان هما السبب في مقتل أليانا؟ وشنو بالضبط حكاية المذكرات هذه اللي خليتها أليانا؟
هذا نشوفوا تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.